السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا لايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم ولايف جديد ولايف الخميس. رجعنا تاني للايف الخميس. هذا الله سبحانه وتعالى يمن علينا بالثبات في هذا اللايف. خلونا في البداية اتكلم معاكم على شوية معاني. عنوان البث النهاردة: اللهم احسن لنا الخاتمة. حابة يعني ان شاء الله يا رب تكون تذكرة خير في ليلة الجمعة. الله سبحانه وتعالى يا رب يحسن لنا الخاتمة اجمعين، اللهم امين. يعني كان عندنا فعالية النهاردة، والفعالية كان المفروض هتحضرها بنت يعني من البنات، بنات هنا في اسطنبول. وبعدين وهي في طريقها في الباص توقف قلبها، وبعدين شخصت بقى ذبحة صدرية، وبعدين خلاص يعني توفاها الله. يعني الموقف موقف مفجع. احنا طبعا صاحبتها اللي كانت معاها اتصلت بنتي يعني علشان الترجمة وكده، وبعدين بنتي ترجمت: لا ده لسه في، طب في نبض، طب في مش عارفة ايه، طب الانعاش، طب البي سي ار، طب. وبعدين الواحد عاش اجواء معينة كده. وسبحانك يا رب والله يا اخوات او يا كل اللي بيتفرج عليا، يعني الموت لحظة، الموت لحظة يعني، وبعدين خلاص توفاه الله. طبعا احنا يعني فضل دعينا لها، دعوة سبحانه وتعالى رب يجعل الدعاء ده من نصيبها، اللهم امين. لكن الواحد عايز يركز على شوية معاني جت خواطر كده في دماغ الواحد في ليلة الخميس بقى كده وصباحية الجمعة، ماشي، والطقوس بقى بتاعت يوم الجمعة وقراءة سورة الكهف والصلاة على الرسول عليه السلام. وركزوا معايا. يعني سبحان الله، اولا البنت في غربة ومفيش حد من اهلها معاها، واخوها في اسطنبول بس في بلد تانية، وبعدين لوحدها وموت فجأة. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ بالموت الفجأة. 20 سنة، 20 سنة حبيبتي، 20 سنة، 21 سنة، يعني ده لو كملت 21. الموت مش كبير على حد، ولا ده لسه صغير على الموت وده لسه كبير على الموت، لا لا خالص خالص. يعني الاسبوع اللي فات معرفش جدة مين، وفي نفس اليوم معرفش والدة مين، والدنيا غربة، والامر انا شايفاه صراحة صعب على نفسي. يعني فلما اصابتكم مصيبة الموت، الموت مصيبة، فالاول ادعو الابوها والامها يا ربي يعني يصبرهم ويثبتهم، ويعني والاخوها والكل حبايبها واصحابها يعني ربنا يثبتهم يا رب، يربط على قلبهم بالصبر والايمان. لكن الموقف صراحة يعني كان صعب. تعالوا نركز على معاني الموت الفجأة والموت في الغربة. يعني ومن يهاجر في سبيل الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. بس يعني ايه كام الثواب يعني ما نعرفش. طب يعني ربنا هيعطينا ايه ما نعرفش. وقع أجره على الله، فالله عز وجل هو كفيل انه يعطيه الثواب. وقع اجره على الله، فالله سبحانه وتعالى هو اللي متمحدش له دعوه، وده الامر ده عند ربنا. زي انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ايه ما نعرفش. من عفا واصلح فاجره على الله، تمام. ايه ما نعرفش. عشان كده دي مرتبه عاليه قوي. مجرد نيه الهجره في اي مكان، على فكره مش شرط تكون تارك انت، لو رايح من كفر الزيات لقريه الشن نص ولا تلت ساعه ولا 10، ده انوي انوي، ما بالك ده هجرة وبلد غير البلد وقارة غير القارة وانسان لوحده. فالواحد ينوي النية دي. يا جماعة، يا اللي في الغربة، يا اللي بعاد عن اهاليكو، انوي هجرة في سبيل الله، انوي هجرة في سبيل الله، انوي هجرة في سبيل الله. محدش عارف الموت امتى، محدش عارف امتى هتخطفه الموت ولا يحصل. يسأل الله حسن الخاتمة يا رب. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعل يا رب الدعاء اللي دعناه النهاردة ليها يعني يكون من نصيبها، ويجعل لياليها افضل ليالي، ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه، اللهم امين. ويبدلها دار خير من دارها، واهل خير من اهلها. اول حاجه يا جماعه انوي الهجره. والواحد لما بينوي الخير الله سبحانه وتعالى بيعطيه الخير على فكره. وبعدين سبحان الله، يعني كنا في فعاليه وفي كلام وبس، الامل والعمل والاخلاص وكده، ودي نهايه الحياه. هي دي نهايه الحياه، عايزه اقول لكم هي دي الحياة الواقعية. احنا هنا مجرد عابر سبيل بس، انت في الدنيا دي عابر سبيل، والاصل عندك بيتك فوق. اعمل لبيتك بقى، اعمل لاخرتك بقى.
شوف حالك بينك وبين ربنا فاضل قد ايه. لسه قايله بص بقولك باقي على الدنيا 23 سنه ولا لا، ده لو كملوا 43 سنه. وقعدت تقول لك يا استاذه هاله انت فاضل لي ايه، خلاص انت بقى على الدنيا كده 10 سنين 13 سنه بك ليه يا بنتي بس كده. هو الواحد ايه، الواحد ميت يعني، السلام عليكم، ميت بيسلم على ميت، بيودع ميت، هو كده. لكن اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واحنا امه السببيه، واعمل لاخرك تموت قضا. ادعو الله سبحانه وتعالى ينولنا النيه دي، نيه الهجره في سبيل الله، نيه فقد وقع اجره على الله. والله يا رب مالنا غيرك، ده احنا مساكين جدا يا رب، يا رب والله يا رب ده احنا مساكين، مالنا غيرك يا رب، اكرمنا واحسن لنا الخاتمه، واجعل اخر قولنا من الدنيا لا اله الا الله، وامتنا على الشهاده في سبيلك، اللهم امتنا على الشهاده في سبيلك يا رب، احسن لنا الخاتمه، واجعل اخر كلامنا منك طاعه وبركه وسجده وصيام وكل الطاعات يا رب، اللهم امين. ده المعنى الاولاني. المعنى الثاني اللي احنا ناخد بيه معنى تفقدوا احبابكم عشان خاطري، تفقدوا احبابكم يا جماعه، اللي له حد واللي له صاحب واللي له كذا، تفقدوهم. ووصيه بجد، ما حدش لوحده. يا شباب يا اللي في الغربه، يا رجال يا اللي في الغربه، يا اللي رحت ولا اشتغلت ولا رحت بتجري على اهلك، ما تقعدش لوحدك. في نهي من النبي عليه الصلاه والسلام، ما تقعدش لوحدك، انت عرضه لوسوسه الشيطان، ما تقعدش لوحدك يا ابني، ما تقعديش لوحدك يا بنتي، هتلكوا صحاب يقعدوا معاكوا، تفقدوه. وانتوا اللي ليك صاحب غاب كلمه يا ابني، كلمه واسال عليه، الله اعلم حاله ايه. وهي بيقول لك كاتب الاستيتس بتاعه كلها انتحار، شفتوه؟ كلمتوه؟ طيب رحتوا؟ ما هو بين لحظه وضحاها كده. روحوا تفقدوا احبابكم، ما تسيبهمش لوحديهم. الغربه صعبه، الغربه صعبه جدا، انت لوحدك مالكش حتى توأم روح ولا انتيم ولا حد يطبطب عليك، لوحدك. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعل لنا انيه، هو يجعله هو الانيس لنا يا رب، اقنس وحدتنا، وحده كل غريب ومغترب وبعيد. والله ساعات بيبقوا في وسط اهاليهم وفي بلدهم وحاسين بالغربه، والله. تفقدوا الناس يا جماعه، تفقدوا الناس، تفقدوا صحابهم، اسالوا عليهم، اتصلوا عليهم، ما تقولوش ده مشغول وده ده في عالم تاني، ده خلاص نسي. معلش، اعمل لله، اعمل لله. ووصيه، وصيه اسمعوا مني الناس، ما تقعدوش لوحديكم، ما تقعدوش لوحديكم، هات حد يقعد معاك، روح يعمل في صحبه، لكن تقعد لوحديك عرضه للحزن ووسوسه الشيطان والانفصاليه وموال طويل وسوء ظن في الناس، وبين احكام وتبني احكام وتروح تحاسب الناس عليه. اكبر غلط، اكبر غلط بجد يعني. اسال الله سبحانه وتعالى يجعل ليله الجمعه هذه يا رب، الليله المباركه هذه يا رب، ليلة خير وبركة على المسلمين أجمعين، ليلة توبة وأوبة وعودة إلى الله سبحانه وتعالى، اللهم أمين يا رب. واحسن لنا الخاتم، نشغل ربنا يا جماعة، والله مالينا إلا ربنا. يا بنات يا شباب يا أزواج يا زوجات، اتقوا الله، اتقوا، كل واحد يصالح التاني، وكل واحد يسامح التاني، وكل واحد يعفو عن الآخر، وعيشوا حياة كويسة، بدل ما بين طرفة عيني وانفراجها كده وراحت حبايبك وراح ناسك، وانت يا مقموصه يا زعلانه من جوزها معرفش من ايه، يا مش عارفه مزعلانه من صاحبتها، يا من الدنيا مش مستاهله، والله ما مستاهله ومن فاته. خليك صاحب كلمه طيبه، خليك صاحب عفو، صاحب سماح، مغفره، تفقد، ملجأ للناس، منين ما يعزوك يلاقوك. بالله عليكم يا جماعه، بالله عليكم يعني، انا ادعوكم النهارده ليله توبه لربنا سبحانه وتعالى في بس تفقد الاحباب والصحاب والاصدقاء والخلان. تسيبوش ناس لوحديها، الوقت اللي احنا فيه وقت صعب قوي، وقت فتنه جامده قوي، ما تسيبوش الناس لوحديها، ما تسيبوش صحابكم ولا اخوانكم، اسالوا عليهم مالكم، عايزين ايه، بعد ما عايزين فرصه، احنا كلنا والله عايزين فرصه، على انا وانت نسال ربنا على على الرزق والحاجه، عايزين كده ندعي ربنا سبحانه وتعالى، وتعالوا تفقدوا كده وعيشوا حياتكم كده حياه سلسه وبسيطه. لكن كل واحد في حاله، غلط غلط. حاضر، معرفش ادخلكم ازاي، مين عايز يخش مع اللايف يعني ايه، اقسم بالله ما اعرف ولا افهم في القصه دي ولا اعرف ادخلكم ازاي، ينفع ادخل ازاي على الفيس، معرفش يعني اعمل ايه مثلا.
يعني في هنا مثلا اد، بس ما اعرفش، انا هتك على حاجه وربنا يستر. اه لا مش ده يمي، معرفش. طب يمكن ده، معرفش مين ممكن يدخل يا شباب. هو حد بعت لي جست ريكويست، اه يعني ده جست ريكويست دلوقتي، allow your viewers to request to join your as a guest in your مش عارفه برودكتس ولا ايه. ايه الموضوع ده؟ معرفش يعني، حد يقول لي ازاي، اكتبوا لي ازاي وانا اللي عايزه اضيفه، تتكلموا معايا يعني، اه تظهروا معايا على اللايف، يبقى شاشتي. والله حلو. طب اللي عايز يا جماعه، اللي عايز يبعت وانا ما اعرفش ازاي. ماشي اللي عايز يبعت ماشي، خشوا معايا، ايه المشكله؟ ربنا يكرمك يا فاطمه يا حبيبتي، ادعي لي دعوه ان ربنا يستجيب لي ويفرج. ربنا يفرج عنك يا حبيبه قلبي يا رب، ويرزقك خيري الدنيا والاخره. طب انا اشوف من هنا، اشوف من هنا اللايف. ربنا يكرمك يا فاطمه. الله ده صوتي، بيعيدوا الكلام تاني، معرفش بقى فين البتاع يا جماعه. اللهم امين. جوكارت السعديه حبيبتي، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، اللهم امين. ساميه عنتر، سلام عليكم، بحبك في الله، متابعتك من تونس، شكرا يا ساميه. انا معرفش يا جماعه، هو جاي لي كده مش عارفه، نوتيفيكيشات كتيره كده يا بنات. اه هنا، طيب نجيب مين؟ اه ابروف اهي. الله ده ناس كتيره قوي. طب انا معرفش مين. آه ماشي. في فاطمه مصطفى، وفي رجيه الفردوس، وفي رجيه الفردوس، تمام. واياد، بتطلعوا بتروحوا فين؟ مش لاقياكم، كل ما اعمل كده. ماشي. اياد محمد صلاح ده طفل. ماشي يا اياد، نبتدي. السلام عليكم. ها اياد صلاح، انت في الاد دلوقتي قبل ما تطلع بقى. جليلة، ربنا ينولك اللي في بالك يا رب. ابتسام، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم امين. ما اعرفش يا شباب، انا ما اعرفش والله، انا ضفت بس انا ما اعرفش. اياد انت المفروض متقاد دلوقتي. اوكي نو انسر، تمام. ام مروان، ام مروان ابروف اهو. ها اوكي، والله بقى ما اعرفش يا جماعه، والله انا عماله بعمل اد اهو، بس يعني يظهر ان انا كده. اوكي تمام. أميرة سمير، أميرة سمير، أميرة سمير، يلا أمير. أنا بحاول أعمل آد يعني، ما أنا ما هو عايزين إيه بقى، عايزين إيه بقى. أنا بحاول أهو والله يا جماعة، معرفش حقيقي معرفش. طب خليني أفتح من الصفحة الرئيسية. هو الامر ده حلو يعني، انتوا عايزينه ولا ايه؟ لا 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 لا، كل ده نوتيفيكيشن نقات. لا 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 لا، بالراحه عليا يا شباب. انا يا شباب والله العظيم ما اعرف القصه اللي انتوا بتقولوها دي، ولا اعرف بيتجاب منين ولا الكلام ده، بس ممكن اهو. اوكي تمام، من هنا لحد ما الدنيا بقى. طيب خليني اجاوب على الاسئله بتاعتكم. حاضر، خليني اجاوب على الاسئله. ربنا ينفع بيكم حبايبي ويكرمكم. نصيحه القاضي، اللهم امين، يجعل كل خير. وانت كمان يا نصيحه، شكرا ليكي. ام محمد، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم امين يا ام محمد، اللهم امين. بي اتش اتش اييب، انا من تونس، ربنا يجزيكي خير ولا تحرمي من صالح دعائك، ربنا يكرمكم وايانا، اللهم امين. ادعي لمرات اخويا عبد الرحمن، بيقول يرزقها الاولاد. يا رب يا عبد الرحمن، هشام او هاشم، ربنا يرزقها يا رب الذريه الصالحه، اللهم امين. من الجزائر، مين من الجزائر؟
أم ياسمين أهلا، أهلنا في الجزائر، الكلية الجزائرية عندنا تحفة جدا، ربنا يعمل. غريب، بعد إذنك يا أستاذة، يا ريت الأسلوب توضيح مسألة التوافق قبل الزواج، فبعض يدعي الاستشارات الزوجية ضيق علينا، ضيق عليكم بقى في إيه؟ الحلال بكلام مؤلم، لا تتزوجي الفقير، معقول؟ ولا تتزوجي من دخله محدود من اهلي فكلفته، ويجب ان تكوني مستقله. طب الفيمينيست والكذا، غريب غريب. لا ما... والله انت يعني انت غريب بكلام، يعني بالافكار ديت. ربنا يا ابني يرزقك الزوجه التقيه الصالحه اللي بتبقى عايزه. خذوهم فقراء يغنوهم الله من فضله. احنا اهم حاجه عندنا معيار في موضوع الزواج، معيار الاختيار، دينه وخلقه الاثنين. ما تقوليش دين، ماليش دعوه بزبيبه، ده ماليش دعوه، اصله بيصلي، اصله مش عارفه بيعمل، اصله المربي ده، اصله لابس، ماليش دعوه، اصله كلامه، انا مالي ومال الكلام ده، انا فعله عامل ازاي. يا بنات، لما تيجي تختاري عريس، اختاري يا حبيبه قلبي اللي يتناسب معاكي فكرا وسلوكا واهداف، وفي نفس الوقت اللي ترضون دينه وخلقه، يكون ذات نفسه خلقه كويس، تعاملاته افعاله. لكن انا ماليش دعوه بالمظاهر، المظاهر دي خداعه، اهم حاجه معاملاته عامله ازاي. طيب ربنا يبارك فيك يا رب. ماشي، حاضر. هو بالامل من الجزائر بتقول اعطينا فوائد عشان الطاقه الايجابيه. كلامي طيب، ماشي وماشي. والله احنا بنتكلم باللي ربنا يمليه علينا، لا بطلع محضره ولا بطلع بقول، واللي بيجي في القلب بيتقال يعني. لكن انا اوصيكم بصراحه في ليله الجمعه النهارده، ان يعني تكسروا من الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، نقرا سوره الكهف واللي عنده الورد طبعا، سوره البقره دي اساسي، وندعي بقى، ندعي بقى، ونوقف وقفه مع نفسنا كده، ونحاسب نفسنا بجد، احنا ناويين على ايه الفتره الجايه، الاسبوع الجاي ناويين نعمل ايه، ناويين نطيع ربنا، ناويين نعمل حاجه في القران، ناويين نزود حاجه والله، ونعمل يعني. ده ما يمنعش عمل الدنيا على فكره، يعني عمل الدنيا انت كده كده مخلص فيه، وكده كده بتعمله بغي الامر، الاجر، الثواب، اي بتجري على اهل بيتك، ما يمنعش العمل الصالح، ده اللي باقي والله يا جماعه، صدقوني ده اللي باقي. إيه والله انا ما اعرف الناس اللي عماله تبعت، انا ما اعرف، انا حاولت ابعت وبعدين ما شفت. ها، اما انا ادي ازاي بقى. مكتب لي ديست ريكويست ويور فيور، والله ما اعرف يا شباب، انا بضيف اني فيهم يا بنات، بضيف ديست ريكويستس allow your viewer to request to join your guest your products، والتانية مش ديت، التانية your viewer add your viewer، أعيد مين بقى your viewer فين؟ أنا معرفش برضو. تمام، ها، عبد الله ومصطفى، ما هي الناس اللي بعت ديت والله يا جماعه ما اعرف بتتعمل ازاي، ما اعرفش يعني منين، من ما تيجي بقى وتتعمل نبقى نشوف. عايزين نضحك والله، ما اعرفش يعني. انت ناس كتيره جدا على فكره، ناس كتيره جدا جدا بيكلموني على موضوع انت ليه مش بقيتي تضحكي، ولا على حسب الموضوع يعني اللي الواحد بيتكلم فيه، وعلى حسب هم الامه والهيصه اللي جايه لنا، الله اعلم مين اللي هيجي وايه اللي هيحصل. صلى الله العفو والعافيه، ونسال الله الثبات. ام امير وليد، ادعي لامي بالرحمه، كانت ذاكره مصليه، الله صابر على مرضها، شكر الله. اللهم ماشي يا ام امير وليد، ربنا يغفر لها ويرحمها ويتولاها في الصالحين، واجعلها من اهل الجنه، اللهم امين يا رب، ويخلف عليكم بقلب راضي، اللهم امين. ادعي لوالدتي يا نورهان، حاضر، ربنا يغفر لها ويرحمها. بتعملي لها ايه غير الصدق والدعاء؟ طب بس الصدق، رب ارجعون، ليه؟ اصدق واكون من الصالحين، ما قالش رب ارجعون هقرا واعمل وازوي، قال بس اصدق واكون من الصالحين. يا رب، الصدقه دي صدقه جميل جدا جدا، وخصوصا للميت، بيقول لك كانها هديه، الدعاء والصدقه كانهم هديه رحيل للميت.
ادعو الله سبحانه وتعالى يا ربي. ويا جماعه بصوا، احنا ما نستناش ان حد بعد ما مات نعملنا صدقه، الله اعلم يعمل لهم صدقه ولا لا، الله اعلم، ما نعرفش. لكن انا نفسي ان انت وانت في محياك وانت لسه صاحي انت اعمل صدقه، ما تعمل صدقه لنفسك، اعمل صدقه جاريه، اعمل بئر ماء، تصدق على فقراء، على ايتام، على اعمل صدقه، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياك، اللهم امين. انا مش هاخد اي اسئله بقى في موضوع الزواج والكلام ده علشان نفسيتي مش جايبه دلوقتي الصراحه. اه بتقولوا ايه بقى؟ حاضر اسئله. طب وانا الناس عايزه اسئله شخصيه عايزين تعرفوا ايه عني، ما انا يعني حياتي ما انا من هنا لهنا لهنا لهنا. ام عمر من تونس، ربنا يبارك فيك يا ام عمر. اسئله ايه طب اللي انتوا عايزينها؟ في حاجات اقدر اتكلم فيها وفي حاجات مش هينفع اتكلم فيها، يعني قلت لكم قبل كده الحياه الخاصه مش شايله. سالوني عن حاجه تخص بيا، حاجه اقدر افيدكم بيها. انت ضعفانه كتير يا دكتوره ان شاء الله ايوه خسيتي خسيت خسيت، مش عايزه اقول لكم. طيب يعني احكي لكم القصه دي واسمعوا معايا وهبقطع لكم الفيديو دوت عشان يتثبت ويبقى للجميع. يعني من سنه تقريبا ارتفع السكر عندي تقريبا بقى 480 صايم حاجه زي كده، زعلت زعله بسيطه كده، وبعدين بقى القلب الحساس بقى وقعدت اعيط بقى والقصص دي، فالسكر ارتفع 480 480 وانا صايم ده كده يعني. المهم يعني لحد الله سبحانه وتعالى ما من علينا بال، يعني رحت بقى الدايبستيك ورحت الدكتور باطنه ودايتسان هيصه كبيره يعني، ف مشيت معاهم. وطبعا كان معايا دكتوره غاده، هسيب لكم رقمها موجوده هنا في اسطنبول او يتقطع الفيديو يتحط الرقم بتاعها. دكتوره غاده من الناس اللي انا يعني تابعت معاها، قالت لي جسمك كله سموم فالحمد لله رب العالمين. يعني فضلت عبب 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 لحد بقى ما الدنيا السكر اتظبط يعني، فتظبيط الاكل مع التعليمات اللي هي كانت بتقولها دكتوره باطنه جزاها الله عني خيرا. ودي عايزه اقول لكم دي صديقه من ايام الطفوله، مش طفوله قوي يعني، ايام جامعه اولى جامعه وبتاع وكده، وبعدين من اللي شفناهم بقى بعد 20 سنه بعد الجواز، يعني حاجه عجيبه. انت مين يا بنتي؟ انا ومين اللي معاكي دول؟ عيال؟ قال دول عيالك ودول عيالي، وكانت قصه كبيره جدا يعني. ان شاء الله اسيب لكم رقمها، هي موجوده هنا في اسطنبول وحتى متابعه مع حالات اونلاين بره اسطنبول وفي مصر وكده يعني، الله يبارك لها وكده. فتابعت معاها و السكر اتظبط بفضل الله تعالى، وده كان اهم حاجه يعني. طبعا ازعل بقى فتلاقي السكر عالي وما خليكوا هلع عينيها ما تشوفش وفي ايه والقصه الجميله دي. خلاص هو ده كان ده كل الموضوع يعني. والله حاضر حاضر، ما اعرف يعني هكتب لكم رقمها. حاضر انا هكتب لكم رقمها وتابعوا معاها على الواتس، هي يعني بتتابع واتس بس يعني. ربنا يبارك فيكم اجمعين، ربنا يكرمكم. انا ماشي. بصوا يا جماعه يعني ممكن تبقى خلاص اوكي، انا هعمل على على الانستا، يلا هعمل اسئله على الانستا ونجمعها ونبقى نجاوب عليها. اصل هو يعني في شغف لي في معرفه حياه الاخ، يعني انا حياه عاديه جدا يعني. يعني ايه اصور فلوج يومي؟ حاجه اسمها فلوج يومي ايه بقى يعني؟ ايه ايه يا سلام، والله انتوا ناس فايقه جدا بقى على فكره، عايزه اقول انتوا ناس عظيمه جدا يعني. اما اصحى بقى بعمل ايه وكذا؟ والله ده انا اهريكوا اذكار الصباح والمساء مع بعض، تقراوا معايا الورد اوكي يعني. مش عارفه يعني لو في حاجه صالحه هستخير انا مش بتاعت الكلام ده على فكره، مش بتاعت الحاجات دي يعني، انا ابسط مما تتخيل، ابسط من كده بكتير. لكن افكر لو هي فيها حاجه صالح واستخرت وقلبي ارتاح ولقيت نيه اعمل لكم حاجه زي كده، نشوف اليوم بتاعي عامل ازاي. احنا ناس بسيطه جدا يعني، سيبكم من الكلام ده، الشهره والكلام ده ده كلام دنيا، كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره خير وابقى، ما عند الله باق يا جماعه. مش مهم الدنيا ايه،
مش مهم مين يعرفنا في الدنيا ولا مين ما يعرفناش، ولا الله افضل عليا، وانا كنت الواحد متستر كده وقاعد في بيته ومع الاخوات وانتهينا يعني. لكن الله سبحانه وتعالى الصيت الحقيقي هو صيت السماء، ان الملائكه تكون عارفانا بالاسم، تكون عارفاك بالاسم، انا عارف عبد فلان، استغفر لعبد فلان، ادعي للعبد فلان، هو ده هو ده اللي الواحد يسعى له. لكن سيبكم من شغل الدنيا وكلام فاضي، الدنيا الله اعلم الواحد عند الله ايه وكذا. ورب يعني واحد كده هم متداري بعمله، مخلص فيه، حبيب الله سبحانه وتعالى، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ينجيه، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يجتبيه ويصطفيه ويجعلنا منهم يا رب. اللهم امين، احنا واياك وكل اللي يقول امين. موضوع اللي طب ما جميل، الف مبروك لبسك الحجاب منا احمد، الف مبروك لبسك الحجاب منا يا جميله يا عسوله، ادعو الله سبحانه وتعالى يجعله ليكي ذخرا في الدنيا والاخره ويجعله نور. مالكيش دعوه بخالتك هاله العجوزه، خليكي بالحجاب الجميل الامور الشيك الحلو اللي يعني متبع المواصفات، ودي بدايه الطريق. ادعو الله سبحانه وتعالى يكملك. مالكوش دعوه اللي خايف ده، ما تخافيش. انت خايفه من ايه؟ انت بتتستري لله عز وجل، انت بتتستري وبتسدادي حياء وعفه ونور وطهاره لله سبحانه وتعالى. سيبك من الناس وسيبك من الكلام الفاضي اللي بيقولوه، والله كل دعاوى لدحض الحجاب بتبقى سبب لنشره انتشار الحجاب تاني. كل دعاوى ايه ابعد ما تلبس ما تعمل، دول بحالها. يا نهار ابيض، انتوا مالكم مهروشين كده ليه من الحجاب والاسلام؟ عايزين ايه من المراه المسلمه يعني انتوا عايزين تعملوا فيها ايه؟ واللي تعروها ولبسوها والمخنوقه والمشنوقه والمزنوقه والاستريتش والفيزون عايزين ايه؟ سيبوا المرأة في حالها، الله يبارك لكم، سيبوا المرأة في حالها، سيبوا المرأة تتربي زي ما كانت بتربي، سيبوا المرأة عايزة وحاسة أصلا، وحاسة إن 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 لا ده مش حاسة، ده حاسة إن عمايلها جوه بيتها. وده إيه ده؟ وده أنا أجر عليه، أنا ضيعت دنيتي وحياتي وأملي. لا، سيبوا المرأة وسيبوا البنات تعيش حياتها الحقيقية بستر وطاعة. كل من حرم زينة الله، مين قال إن الحجاب تحريم للزينة؟ مين قال ان الحجاب هيمنعك انك تروحي وتترفهي وتروحي في الاماكن بما يرضي الله عز وجل؟ هو لازم نتميز استغفر الله، ولازم تبقى قلعه ولا عامله ومش عارفه ايه، تفننت الدنيا كلها ودعاه الموضه كلهم علشان خاطر حاجه يعروا المراه من لبسها. هتلبس ايه النهارده؟ القصه منين؟ الفتحه منين؟ مش عارفه ايه الشيك، البنطلون مش عارفه ايه، الكلام الفاضي ده. وتروحوا من ربنا فين؟ حضروا جواب لربنا، حضروا الجواب اللي هتقفوا بيه قدام ربنا، هتقولوا ربنا ايه؟ هو احنا لسه بنتكلم في الحجاب؟ الحجاب ده فرض يا بنات، الحجاب ده فرض، العفة والطهارة والحياة فرض من الله سبحانه وتعالى ليكي. كلما ازددت حياة وتستر ازددت تقوى لله. وارجعي تاني للحلقات، وارجعي للمقاطع اللي احنا قلناها قبل كده، بالله عليكم، كلما ازددت تستر ازددت تقوى لله، ولباس التقوى ذلك خير، اسم الله الستير. كلما ازددت تستر ازددت تقوى وقرب. لا، وانت فكرك التقوى ده شيء، ده مرتبه عاليه. ان الله يحب، ان الله يحب، يا نهار ابيض، لما نسمع بس ان الله يحب، نسمع بس ان الله يحب، يحب المتقين. طب ازدقنا التقوى يا رب. الله بس تستري، لا ينقص من عقلك ولا من شخصيتك ولا من احترامك ولا من ادائك ولا مهاراتك ولا عطائك ولا الكلام ده. هم اللي بيحطوا في دماغ المراه الكلام ده عشان تطلع بره، يهدوا الاسره ازاي بالمراه، يجيبوها منين من وهي بنت الاندر ايدج 12 و13 سنه، وطلعي بقى وشوفي. حسبي الله ونعم، ودول حسبي الله ونعم الوكيل، والله والله سينفقونها ثم تكون عليهم حسره. مش انتوا بتشوفوا بينفقوا اموال قد ايه وحاجات قد ايه؟ طب تعالى اما اقول لكم على حاجه، تعالى اما اقول لكم على فيلم، معرفش اسمه فيلم ايه، مارفن ولا مش عارفه اسمه ايه، كان المفروض هيتعرض، اتمنع عرضه. ليه اتمنع عرض الفيلم؟ الفيلم كله شواذ وعلاقات غير طبيعيه. يا طب قالوا، طيب في بعض الدول العربيه قالت طب نشيل يا جماعه جزء اللي فيه الكلام ده ومش، لا يعني هتخسروا ملايين مليارات. مش مهم، المستهدف ايه؟ الفكره دي،
الفكره دي، واحد مسلم مش عارفه بيعمل ايه، استغفر الله فعلكم، واحد كذا مش عارفه بيعمل ايه، وكأن ده خلاص بقى الواقع، هو ده الطبيعي. خطأ، فوقه، شوفوا ايه المستهدف للمرأة ولعيالكم، ايه اللي داخل بيوتكم، فوقه. لكن نفضل على كده، الله سبحانه وتعالى، والله الله نصر دينه بينا ولا بغيرنا، بس ما علينا احنا. ودي والله يعني كلمة عتاب، كلمة عتاب حقيقية للدعاة. يا جماعة انزلوا للناس لمستوياتها، يا جماعه بلاش القلب والاستنبل معروف، خلاص ما بقاش حد فاهم الاستنباط دي والكلام ده. حط قليل من التأييد، او قليل من الاسانيد، او قليل من المرجعيه تأيد كلامك، وانزل للشباب، انزل للشباب في الشوارع، انزلوا للشباب في الكافيهات بتاعتهم والمقاهي والمحافل بتاعتهم، تعالوا اعرفكم عن الله سبحانه وتعالى. انا احكي لكم موقف لبنت، طبعا يعني انا واحده من الناس، والله ما كنت ملتزمه ولا اعرف حاجه عن الالتزام. وواحده جت تكلمني مره عن 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 سلوك معين وسمت معين بعمله قبل الالتزام والحجاب، وتقول لي كذا كذا، قلت لها والله ما اعرف، والله ما اعرف. قالت لي ده احنا كنا بنخاف نيجي نكلمك من منظرك وستايلك. استغفر الله، ليه يا بنتي؟ ليه يا حبيبه قلبي؟ ما تروحوا، اللي معاه كلمة حق واللي معاه كلمة خير قول. انت أمة الخيرية بسبب كنت أم، ليه؟ ليه الأمة الوسط دي خيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أنا ما بقولكش إبراهيم أربعة وقال الله داخلين النار يا أولاد الذين لو ما عملتوش ولا ما سويتوش غلط. غلط خالص. أنت بتدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحلوة، أسلوب حلو وبسمة حلوة وكذا وكذا وكذا، عشان الناس تحب ربنا. هو المستهدف انك تكره الناس في ربنا؟ هو المستهدف ان انت لا، يعني غلط. المستهدف ان احنا نحبب الناس في ربنا سبحانه وتعالى. وهلموا الى ربكم، هلموا، تعالوا تعالوا معرفكم على الودود، على اللطيف، على الغفور، على الرحمن، بالحكمه والموعظه الحسنه. لكن ما نكررش، انا الوم على الدعاء. لا، ابذلوا جهد اكتر، انزلوا من الاماكن والبتاع، ولا سيبكم بقى، سيبكم من الاماكن، سيبكم من الكلام ده، روحوا للشباب في معاقلهم، في معاقلهم، وفي الكافيهات روحوا، في البتاع، في باركوش، نسيتها بالعربي اسمها، استغفر البهجه اسمها ايه، في الحدائق، روحوا في الحدائق والحاجات دي وكلموه، روحوا. لكن ان احنا نسيب الناس، ومش شرط تكون داعي يعني، ومش شرط تكون ما شاء الله الشيخ المفضل، والله لو عرفتك بلغوا عني ولو آية، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، آية واحدة، آية واحدة بس، روح بلغ بها عن الله سبحانه وتعالى، روح قول النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، بأمر بسيط خالص. أنا يعني ما يعني والله ده ظني، احنا في زمن فتن، ولازم نصبر، لازم نصبر بجد على حاجه زي كده ونافعه. يعني مش بتصبر وقاعد محلك سر، انت بتصبر ومكمل، انت بتصبر ومكلم. سلوى كير عايزه اكلمك، ما والله انا حاولت ادخل ناس ما حدش بيدخل، يعني عمالين يبعتوا لي ادي اهو مش عارفه في كام، 200 اهو، طب اعمل في ال 200 ده ازاي؟ زوجي جنتي، ها ابروف اهو، ابروف. وبعدين ما بعرفش باقي الخطوه، عملت عليا ابروف وخلاص، ايه بقى اللي جاي بعديها؟ ما اعرفش. ما اعرفش، ممكن يفتحوا الكاميرا ويخلوا الكاميرا بصل اي حاجه ولا بتاع ويتكلموا، يعني مش شرط الصوره هي اللي تيجي، ما اعرفش بقى. والله حلو، حلو جدا الناس تنزل للناس، انا مؤيده حاجه زي كده. ادعي لامي شيماء، شيماء عبد الله، ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعلها من الصالحات يا بنتي، اللهم امين. ربنا يبارك فيكم اجمعين والله. انا يعني موضوع الاسئله الخاصه دي، بصوا يا بنات يا اللي بتسمعوني، موضوع الاسئله الخاصه دي انا هحط لينك على الانستجرام، معرفش العيال بقى البنات عشان ماليش في القصه دي بيحطوه، ونبقى نجمع الاسئله واستخير على كل سؤال اجاوب ولا عشان بس ما عايزين تعرفوا ايه قدامكم، بسيطة خالص، وبيسألني على حاجة بقول يعني
الله يبارك فيكم اجمعين، عليه الصلاه والسلام، ربنا يبارك فيكم. حاضر، ربنا يرزقكم الذريه الصالحه. والله انا لسه عارفه خبر بنت من بناتنا، كنت دايما بدعي لها على مدار 10 سنوات، ادعي لها وفي القيام برغم ان انا ما بشوفهاش، لكن هي في قلبي بدعي لها. الحمد لله ربنا رزقها بعد 10 سنوات، والله فرحه جميله. ادعو الله سبحانه وتعالى يعني بتلاقي اولادها نباتا حسنا، ويجعل لها يا رب يعني من حب النبي صلى الله عليه وسلم لاولادها، وان ربنا يرفعهم ويجعلهم من اهل القران. اللهم امين، اللهم امين. وكل اللي يقول انا عايز ذريه صالحه، ربنا يبارك فيكم اجمعين. اه عيني تعبانه جدا طبعا، مش قادره افتح عيني اصلا، ما بنامش، فميش النوم راح من عيني النوم. مش قادره افتح والله، ما اعرفش، يمكن عشان الاضاءه اللي بتبقى قدامي في الاستوديوهات، الله اعلم، يمكن عشان عايزه انام، نفسي اخد فتره كده ولا اسمع ولا اتكلم، اقعد كده محد بس بيشغل لي قران جنب ودني كده. عابر السبيل ادعي لي بالهدايه، ربنا يهديك يا عابر السبيل، وجعلنا واياكي يعني من المساكين اللي يحبهم الله سبحانه وتعالى، والاقوياء الانقياء بقى الليسته الجميله بتاعتنا دي. احبكم الله، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خير. ادعي لي مريم. طب انا يا رب كل اللي بيتفرج علينا على اللايف دلوقتي، وكل اللي بيقول لي وصيني ادعي لي، ادعو الله سبحانه وتعالى له بالرزق وبالصحه وبالعافيه وبالمغفره وبالرضا، ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير اجمعين، اللهم امين. والله انتوا في اللايف بتضحكوني، بتدعجوني. طب يلا اراكم على خير. هاجر بتقول ببعت لك مشكله خاصه بيا على الواتس من كام شهر وما ردتيش عليا. هاجر انت عارفه بيجي لنا كام رساله على الواتس في اليوم؟ كانوا 1000 وبعدين 1100 وبعدين بقوا 2000 دلوقتي، بقوا 1900 وبعدين 2000 دلوقتي 2100 في اليوم. ويعني انا انزل الاسئله وبعدين الجهاز يهنج، فطب نعمل ايه تاني؟ عشان كده بقول للناس، حتى بعتنا رساله جماعيه لكل اللي على الواتس، بعد يا جماعه اللي بعت يبعت تاني لان الجهاز هنك وهيضطر يتعمل له فورمات. ما اعرفش والله، ادعو الله سبحانه وتعالى كده. لو انتوا في بعض الاسئله متشابه من اللي انا بجاوب عليه في الحلقات اسمعوا مني، لكن طبعا لما بنجاوب خاص ماشي، اللي عنده سؤال خاص دلوقتي واللي عنده حاجه كده خلاص يخش، وانا بعد كده هحاول ابقى اشوف موضوع المشاركه ان الناس تخش تسالني على اللايف، ان شاء الله تخش بصوت بس وتقفل الكاميرا عندها. مين اللي بعت؟ ما انا والله بحاول. طيب من ساعتها انا مش عارفه اعمل ايه، ما انا اهو ام عمر وصار اهو، ها ضفت ام عمر وصار، انا ما اعرفش اصلا هو ده اللي بتاع اللي بتك على عشان ينضف. انا ذات نفسي ما اعرفش. المهم بقى اوصيكم في اخر اللايف، ها ما اعرفش بيجي لي رساله والله ما اعرف ده ايه، ان شاء الله هحاول اظبطها اللايف الجاي وهبقى انبه قبليها. يا جماعه انا هفتح، واللي عايز يدخل معانا يشارك يشارك. حاضر جزاكم الله خيرا، ما تنسوناش في دعوات النهارده، واكثروا من الصلاه على رسول الله ليله الجمعه، اكثروا من الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، واكثروا من الاستغفار، وطبعا قراءه سوره الكهف. ما تنسوناش من الدعوات يا اخواتي يا جميلات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.